نظرت إلى السماء فوجدت نجوما تحدثني، تخبرني أن هذا الوقت ليس وقت الانطفاء، تخبرني أنني نجم عظيم الضياء والأمل، استمد بريقه من حسن الظن بالله، أسعى بهمة وفأل حسن، ينقذني الله بذلك من الكرب والصعوبات. فالحياة تمضي بحلوها ومرها لمن ينظر للرحمن بعين الرجاء، يتفاءل بخير وبأيام تحمل له شتى البشريات، تحلق به نحو الآمال العظيمة والأمنيات. فلا تيأس وانظر إلى الدنيا من نافذة الأمل، فمهما كانت صغيرة حسن ظنك بربك سيفتح لك آفاقا واسعة، آفاقا تأخذك لعوالم جميلة تطاردها في أحلامك، وأنت ترى أنك ستعيش بها دوما، فتهيئ لك عقلا نيرا وقلبا مطمئنا. لذا احتسب أن تكون كشخصية عظيمة ترى في كل عتمة نورا يلوح من بعيد ويعدها بقرب اللقاء. قم بالاشتراك بقناة لا تنسى أنك مسلم عبر الضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب، وفعل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد.